يعني هذا جسر اليوم 21 يوم السبت 21/12 هذا جسر الأحرار نظفوه المتظاهرين البارحة وانسحبوا وهاي كبادرة تحسينية يعني بعد خطبة المرجعية اللي تبنت مطالب المتظاهرين وإن شاء الله نصل قريب وإن شاء الله تحقيق المطالب حتى نفتح الجسر كل الباقية وهذا الجسر الأحرار هذا اليوم 21 بالشهر فارغ نظاف وجاهز هاي ساحة الوقفة اليوم 21 يوم السبت طبعا فرغناها المتظاهرين ما بها اي متظاهر هاي كبادرة حسنية بعد خطبة المرجعية يوم امس قررنا فتح جسر الاحرار ساحة الوقفة ان شاء الله تنفتح باقي الجسور كلها هذا الوضع طبيعي هاي الناس شوردة هذا الشارع الرشيد اليوم الوضع طبيعي وهاي المحلات كلها مفتوحة اليوم 21 يوم السبت وهذا جامع سيد السلطان علي